هنخلي الوصيفة والملكة في الآخر، ومن العرب هنتوج برضو أربع أرقاب، وهنخلي الملكة والوصيفة للآخر، وهنعمل الاختيار الأخير لمين الملكة ومين الوصيفة للعرب، ومين الملكة ومين الوصيفة لأوروبا. أعتقد أن ده السيناريو اللي احنا ارتحنا ليه وحسينا أنه هيكون مرضي لجميع الأطراف. ملكة جمال العرب أوروبا للسياحة شيمة. عايزين تاكل شيمة؟ ملكة جمال العرب أوروبا للسلام إكرام. ملكة جمال العرب أوروبا توب موديل أمنة. الوصيفة الثانية لملكة جمال العرب أوروبا بشرى. من ملكات جمال العرب ملكتين، ملكتين من ملكات جمال العرب أوروبا. هنقول مش عارفين دلوقتي مين الوصيفة ومين الملكة، ولكن هنطلعهم على المسرح هنا وهم مريم الزعتر وميليا. اتفضلوا. ومبروك لمريم وإميليا. طبعا لسه ما عرفتش مين الوصيفة أو الملكة، بس طبعا مبروك تواجد معنا. تفضلوا مريم إميليا، تفضلوا معنا. تفضلوا هنا، احنا هنخلي ملكة من العرب وملكة من أوروبا. الموضوع راح يكون أصعب مع ملكات العرب.
حنان بتحاول تلعب على أعصاب البنات. إذا هنبلش مع العرب لعام 2024 العرب ملك الجمال العرب للسياحة آية النعيمي. آية النعيمي ملك الجمال العرب للسياحة، ألف مبروك. عن كاميرات أيضا بالنص على الكاميرات.